بالنسبه للتكريم هذا نتاع اللاعب كبير معناها برشا لعب معنا في النادي الافريقي هو ابراهيم ندبولي، خلى معنا انطباعات طيبه وكبيره برشا في الجمعيه نتاعنا في ايام معناها تتروات نتاع الهوند. احنا هنا بروفيتي معناها بالمناسبه هذه معناها استدعيناه جاء البطوله الافريقيه واستدعيناه كمعناها الكلوب والجامعه، فهمت؟ تبقينا ندبول حقيقه معناها دخل جو معناها حماسي معناها في المدارج نتاع الستاد نتاع رادس، وشفناه معناها في كل بلاصه معناها الناس كلها اللي فرحانين به، خاصه ابناء النادي الافريقي معناها اللي كانوا في كل بلاصه معناها يتصوروا معاه، واحنا من التقاليد نتاعنا معناها في كره اليد اسره كره اليد رينا معناها باش نكرموه في الجمعيه. احنا هنا نمثلوا النادي الافريقي الكل راهو فهمني، وهذه معناها مساج اللي للناس كل اللي النادي الافريقي تقدمه كبيره راهو، والعائله نتاعها عائله معناها عائله كبيره، وبقدره ربي معناها ديما كره اليد معناها في موجوده، ورغم كل الصعوبات ورغم كل معناها المشاكل باش نرجعوها ان شاء الله كما كانت. وكما شوفوا الحضور معناها الموجود الحضور هنا فيهم معناها حتى لاعبات كره الطائره وكره معناها اليد الناس كل، وهذا يشرف الجمعيه اللي احنا ديما ملتحمين وديما معناها موجودين معناها في التاريخ نتاعنا في التاريخ والمناسبات معناها الحلوه هذه. كلاعب قديم في كرة اليد كرئيس النادي الافريقي سابقا، ونشكر صاحب على الحضور الكل الناس كل اللي جات ولا بتتابع مناسبة معناها تكريم اللاعب القدير اللاعب المحلي ابراهيم ندبول، عطى جو معناها خاص. معنا لعبت هذه في البطولة الإفريقية لكرة اليد اللي كل ما تحول ندبول كان معناها يحمل الراية بتاع النادي الإفريقي وباسم النادي الإفريقي، كان مشرف معناها كل الحضور، وكان معناها الجو معناها العام معناها الناس كل فرحانة به والناس كل معناها عاملة عليه جو. دونك احنا بالمناسبة هذه حبينا نكرموا ندبول، بالمناسبة حبينا نلموا زادة عائلة النادي الإفريقي كرة يد بلاد الولاد وكرة الطائرة اللي هما ديما معنا موجودين قلبا وقالبا معنا. وبهذه المناسبة سي كمال باش تستاهل كلمة للتكريم هذايا الخاص لسي إبراهيم ندبول، وشكرا للحضور وشكرا للناس كل معنا بلاد النادي الافريقي عائله، واللي يلعب في النادي الافريقي واللي يلبس الماريو الاحمر والابيض يقعد الى الابد بقدره الله، وهو معناها مخلص النادي الافريقي وكل مره يجي ونعرف اللي ديما يتصل بنا، والمره هذه ربما اكثر من مرات اخرين. فاذا مرحبا به ومرحبا بكل ضيوف اللي لبيوا الدعوه، كنا ولي جمعيه توا كنا عائله واحده، كنا كيف سوا الديسيبلين اللي لعبنا فيها هذاك الواش نقعدوا قويين، لو كان مش اللمه هذيا لو كان مش الاسبري هذيا راهو الكلوب ما نعرفش ايش صار فيها السنة، لو كان مش اللمه نتاعنا احنا وكل واحد منكم جوسيسيون اللي راهو واقف وقف معناها باش وقفنا جمعيتنا 6 مليار دويت ما يعطيهم لك حتى حد وما يخمم عليك حتى حد، وهذه قوه وعقليه جديده ان شاء الله ننطلقوا منها للمستقبل. احنا سنة في المئويه نتاعنا ان شاء الله المئويه الجايه تكون مركزه اكثر، وكل الناس اللي خلصوا وساهموا معناها باش منعوا النادي الافريقي يكونوا هما اكثر الناس اللي باش يقرروا مصير النادي الافريقي في السنوات القادمه. ماناش ندخلوا في الخطابه برشا معناها برشا وجوه اللي لعبنا مع بعضنا واللي نعرفوا بعضنا من محبين من مسيرين في كافه الرياضات، يعني فرحه كبيره ان شاء الله ديما ملمومين بالخير. وبراهيم توت لي فات يو فاندرا اون تاكوي راكون سا افيك بوكو دو فوميغ اي بوكو دو
نشكركم كل اللي جيتوا معنا لبيت الواجب دعوة اللي جيتوا حضرتوا معنا التكريم الندبو ومعنا الحاج بيك معنا تغزل التاريخ تغزل العهد اللي مشى والبعد معنا ديما يوقع من مدينة الفريق هذا حاجة باهية معنا تعطي معنا تشجيع معنا مدينة الفريق الكل حتى معنا وقت الشدة نقوا بعضنا نتلموا بعضنا تفصلوا نحن خاطر تعبنا معنا مع إبراهيم الناس كل تعرف ديسيزون الهائلين معناها في اوج العطاء نتاع النادي الافريقي ونا في بوكو دو ريكروتمون دون ابراهيم ندابو اللي عطى 100% معناها كي كان يلعب معنا الى امبوزي سون ستيل ونحن وكانت علاقتنا باهيه وعندنا تاريخ كبير واللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر على ذاك نحن ما ننساوش ولادنا معناها النادي الافريقي ما تنساش ولادها ما تنساش على ذاك فما تواصل بين الاجيال وفرحنا برشا كي ابراهيم ندابو جاب حدانا وعدى دو سومين اغريابل بحذانا الناس كل اللي يمشي يفرحوا به معنى هذا ولن يرجع للاخلاق الاخلاق نتاع ابراهيم هو فين يمشي حتى شوفوا لي بوست نتاعو في الفيسبوك يحكي على الكلوب ويشكر في الكلوب وهذا ما تزيدنا كان فخر وتشجيع للانتماء نتاعنا is something unbelievable that is happening today. Mm-hmm. But the only thing I can say, Alhamdulillah, that we are all alive to see this day, to witness this day. Believe me, the only thing I have to tell you is, in the whole of the clubs I've played, about 12 Division 1 clubs in 10 countries of Europe, there is nothing like Global Africa. من دار عشر بال عشر بالدور جاي and there are so many reasons why it's like that. Number one, I have a family in Club Africa. I'm lucky to fall in the hand of Mahmoud Gesmi Alera, and I fall in the hand of Club Africa. And I found out that anything I do in Nigeria or out of Nigeria, I'm always in the mind of Club Africa. Club Africa is in my mind, is my body. The only thing I want to tell you today is I thank you very much. First, for allowing me to come and play in Club Africa. Secondly, for taking me like a brother, not a friend. Thirdly, and for being my family. I cannot thank you very much. I can only say I started my humble career professional in Tunis in Club Africa. From Club Africa, I went to Qatar the first time in Al Arabi. Before the Premier World Get the Golf. Yes. I came back to Tunis again. I went to Sweden. I came back to Tunis, to Club Africa. Mm-hmm. From the Club Africa, I went to Valencia and Spain. So all my career is like my base. So we did Mombas. It's Club Africa. And today, I will be happy to see Club Africa coming back to the days of record as champions, as a very good team, very good players. Everybody here is good. I know almost everybody here. For those that have died, Allah yarhamhum. Kais Kitani, all of them. For those of us that are alive, Mamara. May God leave us together and continue to make us what we are. I pray that my career professional as a player started in Club Africa. One day I will come back to Club Africa. This is my home. Yes. Today in Nigeria, all the people that know me, semi know, all my family, all my players, they use Club Africa money. If I don't come to Tunis, I will call semi, buy Mario and send to Nigeria. So believe me, I'm very happy to be with you people today. Thank you very much. I can only say barakallahu fiik. لا يتوش.